رجعنا لكم هوني في البلاتو الرئيسي. صحتكم تهمنا وفي صحة للجميع، ديما نختاروا مواضيع تهمكم. اليوم قلنا انطلقنا في رسميا في فصل الصيف، برشا مواضيع الحقيقة تفرض روحها بما فيها المواضيع اللي باش نختاروها للفقرة هذه. سعيدة باش نرحب بهويم سويسي، اهلا وسهلا ومرحبا بك اخصائية التغذية معنا كل خميس. مرحبا مدام هويم، اهلا وسهلا. يعيشك عسلامة، مرحبا. نرحبوا بالمشاهدين الكرام كالعادة. اي وكل عادة هنا اليوم تويكا كيما قلت انت بدا الصيف، دونك حد ما يبدا الصيف اول حاجه نقولوها نقولوا الماء. الماء، شرب الماء. اي دونك يلزمنا نعرفوا وقتاش يلزمنا نشربوا الماء. اي نعرفوا اللي البدن راهو فيه محسوب 70 80% متكون من الماء، دونك راهو ديما يحتاج الماء. اي دونك اول حاجه نبداو الماء ماذا بينا في الصباح على الخواء. باهي، قبل ما نبداو الماء لو تسمح شويه بركه نمنهجوا شويه بركه. باهي، كان ما نشربوش الماء كان عندنا نقص في شرب الماء، كان نتغافاو على شرب الماء، شنو المضاعفات نجم تصير؟ خلينا مو نبداو نفهموا شنو نشوكيو شويه، ما يسالش ما يسالش ما يسالش شنو اللي يصير باش نفهموا من بعد علاش لازمنا نشربوا الماء. اي الماء هو راهو كيف ينقص في البدن، اول حاجه عندك مثلا عندك الاحساس بالدوخه، اولا هو الجفاف في الفم. عندك الفم يولي فيه ساعات نراو هيك القشره في الشفايف وفي القشره في الشفايف. أي. اي عندك تلقى عندك شويه دوخه وقله التركيز، تحس روحك ماكش مركزه، بدنك مش مرتاح، وجيعه في الراس، الجلده تلقاها شايحه. سامحني زاد تلقى مع مثلا التبول نتاعك مثلا تلقاه غامق برشا. خاطر شي قد ما انت تشرب الماء قد ما هو يفتح. اي زاد عندك علاش بالحق يزلنا ننتبهوا لكل تفاصيل، يعني مره اخرى يزلنا نسمعوا بدنا، يزلنا ننتبهوا لكل حاجه. اي يزم البدن راهو ديما يعطي الاشاره، راهو اي حاجه تنقص منه يعطيك الاشاره، يا بوجيعة الراس يا بالشفايف يا باللسان الشايح يا بالكونستيباسيون. نعرفوا برشا ناس راهو عندهم برشا كونستيباسيون ما يجيبوش البالهم اللي هي راهم من نقص الماء اللي هو في بدنهم، معنى الماء اللي نقص في بدنهم. اي برشا ناس يتفرجوا فينا وانا واحده من الناس نسمع برشا الجمله هذيا يقول لك ما نعطشش. صحيح. انا نفسي نقعد به نقول لهم كيفاش ما تعطشوشي، معناها في الشتاء ويقول لي ما نعطش نجم نتفهم شويه، في الصيف وفوق عندنا سورتو كبار السن مدام هو يعني يقول لك ما نعطش. هما فما حاجتين، الحاجه الاولى مش نعرج مش نبدا بكبار السن. أي. كبار السن هو بطبيعته الانسان قد ما يكبر في الانسان اكل احساس بالعطش ينقص. يعني عادي بمفعول عادي خاصه الكبيرات نتاعنا، دونك عادي هو عادي، اما نحاولوا ديما كبيراتنا يقعدوا حذاء صغيراتنا باش ديما نوقظوهم ونقولوا لهم اشربوا شويه ماء بالباي بالدبوسه الصغيره ديما نوقظوهم. اي هما حتى كي يشربوا هويم ساعات تحسوا تذوق الماء، يعني جغمه نقولوا احنا بالتونسي، يعني جغمه ماء اللي هي شويه باقي ما تفيش باحتياجات بدنه. هذاك علاش يلزمنا ديما شكون حذاهم يوقظهم اشرب الماء، خذ الماء. كي تحط له دبوسه صغيره مش كفالي، مش تحط له دبوسه كبيره يوهق يقول لك انا ذي كل مش نكملها كيفاه، وفما كل مشكلة اللي مش يقعد يقوم ويستراح، دونك يحب يقعد ديما يتفادى انه يشرب برشا ماء. شنو نوليو ننصحهم انهم يشربوا في النهار باش في الليل ما يقعدوش يقوموا برشا، خاطر يوليو يتنقلوا في النهار وما لو كان في النهار فما شكون معاهم. صحيح. دونك بالنسبه للكبار السن، هذاك بالنسبه لكبار السن. وللناس العاديين تلقاه حتى في عمر 30 20 15 يقول لك انا ما نعطش ما نحسش بروحي عطشت، هذاك ناتج على شنو؟ عن قله الشرب اللي احنا بعمرات نتغاضاو ننساو اللي احنا يلزمنا نشربه، وبالطرف بالطرف البدن يتعود على الحكايه هذيك تولي ما عادش تحس بروحك تعطش. اي الشويش يلزمك تعمل كيما عملنا للناس الكبار، حتى انت زاده يلزمك تولي تعود روحك بشويه بشويه باش انك تشرب الماء بشويه بشويه لين تتعود، معناها تروض البدن باش انه يولي يتقبل الماء ويشرب الماء وتاخذ الماء ازيد. به هو الحاجه اللي نسمعها زاد ديما انه عندنا معدل تقريبا 3 لترات يعني للشرب، سي انورم يظهروا البرشا، يعني برشا عباد يتفاجعوا، انا واحده منهم، يعني نقول انا باش نشرب 3 قد نجم نوصل لهم راهو سورتو في الصيف، لكن كي تقول لي 3 لترات راهم برشا. انا ما نقولش من الاول للناس الكل 3 لترات، نقول هي 30 ملي على كل كيلو، معناها واحد يوزن 60 كيلو باغ اكزومبل، اي 60 يولي معناها ايتر فاصل 8، دونك ا بو بخي 2 لتر دو.
اللي بيان سور بصحته اكثر. هذه معادله باهيه. اي اللي بصحته اكثر. حتى نوليو فيها نسب معناها على كل نعاودوها بربي على كل 30 مللتر. 30 33 مللتر. لكل كيلو. لكل كيلو 30 33 مللتر تشربهم. معقوله جدا المعادله هذه عطاتنا لليوزن 60 كيلو عطاتنا اترا فاصل 8 هكا ولا؟ في الصيف مش تزيد تنجم توصل معناها لزوز اترات. خاطرك شي امش نقول لك علاش؟ خاطرك شي البدن. احنا شنو اللي يصفي الماء؟ عنا الكلاوي. ما هو الكلاوي اذا كان انت بدنك ما يحتاجش كان ايترتين وانت تشرب له اربع واكثر ماء تقول شنو خاطرك شي انا يلزمني برشا ماء يولي توكسيك للكلاوي. لا يولي وقت هذاك لا. اي هذاك هذاك علاش تولي المعادله فوالا لا افراط ولا تفريط. تولي المعادله هذه باهي للكلاوي خاطر شي الكلاوي ما يخدمو كان بالماء. وباهي للبدن باش ما يحسش بروحه عطشان وترسيله فك الدوخه فك الكونستيباسيون فك وجيعه الراس وجيعه العينين. حتى صدقني الكونسنتراسيون يفقدها وحاول يجم حتى يولي عنده النسوه راهو. طيب احنا حكينا على اللي ما يعطشوش وهذوما برشا موجودين وخاصه في الصفوف الكبار. فما الناس باغ كونتخ تشرب ياسر ماء على امتداد النهار وحتى في الليل واعين اللي هما يشربوا برشا ويقول لك والله تقلقت ونتعرق برشا وسامحوني في الكلمه حتى التبول برشا في الليل ونقوم برشا مرات ليليا. دونك المشكله هنا زاده فما اشكال زاده يبدو لي. اي هنا مثلا فما برشا عباد بطبيعتهم يتعرقوا برشا دونك بالحق مش يستحقوا برشا ماء. خاطرك شي التعرق هذاك هو شنو هو عباره على ماء خرج سوائل خرجت. ماذا بهم هذوما يشوفوا مثلا طبيب الجلده. فما اللي مثلا يستراحوا برشا ويشربوا برشا زاده هذوما جماعه زاده اللي عندهم السكري هذوما زاده معروفين برشا يشربوا برشا ماء وكما قلت انت معناها يستراحوا برشا. هذوكم هنا نوليو نشكوا في السكري. نحاولوا ديما نوجهوهم معناها نشوفوا الساعه علاش انت تشرب برشا ماء فين وقت لواش تشرب برشا ماء يجم يكون يعطش برشا يجم يكون كما قلت لك انت التعرق هذاك برشا يجم يعمل خاطرك شي هو يعمل في مجهود برشا راهو خاطرك شي مش كيما عبد قاعد كيما عبد يعمل في برشا مجهود. اي والحلويات عندها علاقه؟ عندك الحلويات والاملاح معناها هذوكم بالحق يعطشوا خاطرك شي كيف تاخذ برشا سكريات وخاصه برشا املاح اش يولي حكيت الخلايا يخرج منها الماء برشا. يولي يلزمك تشرب باش تخرج باش تخلط الماء لك الخلايا يوليو يضغطي. دونك ماذا بينا المالح برشا لا والسكر برشا لا وكيما تعرف تويك احنا داخلين على الصيف ها مش نخرجوا ناكلوا برشا لبرا مش ناكلوا برشا سكريات خاطرك مش نعملوا برشا مش يكثروا برشا القعدات. دونك ماذا بينا لا افراط ولا تفريط. مش نعمل قهوه ولا كاستي ماذا بيك تعملوا بلاشي سكر ومعاه الحلو. ماذا بيك مثلا كي مش تعمل سلطه مش تعمل ومش تخرج مثلا لبرا تاكل ماذا بيك السلطه مش مفوحه برشا تنقص من اللي دام لو ماكسيموم بوسيبل. تري بيان باهي اعطينا توا نصائح عامه نبوبوهم طريقه شرب الماء يعني تنصح نشربوا الماء قبل ما نرقدوا برشا يقول لك امان حتى من الامان تعرف الموروث بتاعنا الديني وغيره. دونك وفما اللي يقول لك اول ما نقوم على الصباح باهي برشا يخدم لي الجهاز الهضمي الكل. دونك اعطينا انت النصائح هذوما خلينا نعرف مواقيت شرب الماء المنصوح بها. كلهم الاوقات الكل باهين خاصه هذوما اللي مش نسميهم لك انا. اي صحيح قبل ما نرقدوا نشربوا شربه ماء هكيكا نرتحوا المعده ونخليوها تبدا في عمليه التهضيم وفي عمليه انه الميتابوليزم مش يرتاح وكل. في الصباح ماذا بينا نشربوا كاس ماء على الخوا. صحيح تجم تعمل فيه شويه قارص تجم تعمل فيه ورق مش ورق لا سامحني قشور البرقدان ولا قشور القارص باش يفوحك الماء هذاك. ورق النعناع انت جبت على الورق لا ورق النعناع تجم ورق النعناع تجم ورق النعناع تعمل انفيزيون تكون دافيه تخليها تدفى ما تشربهاش سخونه. تجم تعمل ماء دافي زاد الصباح مش معناها جوست ماء دافي ما فيه حتى شيء معناها تجم تشربه من العين معناها من الدبوسه الطول والا تشربه دافي. هذا علاش؟ باش يفيق لك البدن نتاعك ويقول لك
وتقول له أيه سي راني قمت وحضر روحك راني مش نبداو نخدموا راك مش تبدا تهضم مش يبدا كل العصارات يخدموا. تري بيان. عندنا قبل الليل وقول ما نقوموا حلو علينا الصباح ثم ثم عندنا بالنسبه للماكله قبل ربع ساعه قبل الماكله خاصة اللي يعملوا في الريجيم نقول لهم اشربوا ربع ساعة قبل الماكلة. علاه؟ خاطر كي تشرب أنت كيف اللي عملت كوب فان كوب فان وطبيعي خير ما اللي تقعد تاخذ فيك لي كوب فان الحريبش والكل ديجا الماء في حد ذاته يجم يكون كوب فان كي تشرب أنت قبل الماء ديجا مليت المعدة بشوية ماء. باهي خاطر شي أون فان دو كونت راهي المعدة كي تحط تشرب الماء المعدة ما تعملش ما تنجمش تفرق ما بين اسكو كليت ماكلة ولا ماء ولا المهم فما حاجة في المعدة خليتها تخدم الإحساس بالشبع يوصل للمخ حتى كان ماهوش ماكلة هو ماء. عندنا من بعد نشربوا من الأحسن نص ساعة بعد الماكلة مش في وسط الماكلة خاشي في وسط الماكلة شنو كيف تشرب أنت في وسط الماكلة تشرب نقول برشا ماء معناها فما شكون اللي يعمل مغرفه وجغمه ماء ولا قدمه خبز وجغمه ماء هذاك مش يخلي العصارات نتاع المعده تتحل برشا يولي فما عصر نتاع عظم. نص ساعه بعد الفطور شنو الفايده هي مش نقول لك راه فما فرق ما بين توسع وما بين نعمل الكرش توسع سي فغي تولي المعده محلوله اكثر تولي شراهه اكثر للماكله اما ما تعملش الكرش معناها ماكش مش تولي عندك كرش فيها لي غريس لا راهو هذايا معناها مع حاجه خاطئه برشا معناها اللي يقول لك ليه نعمل بها نعمل الكرش كوم كوا عندي مش تولي عندي غريس في الكرش لا هي توسع المعده سي فغي دونك هذاك علاش نحاولوا نتفاداو الماكله في الماء في الماكله. وبعد نص ساعه شنو هو بعد نص ساعه المفعول نتاع انه يعاون برشا على التهذيب ويخلي الانسان الميتابوليزم نتاعو يخدم خير. الماء بعد الماكله زاده يخلي اكل الجوع اللي ما بين اكل اللي وقت اللي خاصه وقت اللي تجي تعمل ريجيم وتحس بروحك هكا فريستري وما كليتش ليه يظهر لي انا مانيش شبعانه ما شبعتش بالكدا تحس بالجوع لازم تحس بالجوع. كيف تشرب الماء بعد الماكله يخليك ديما الاحساس بالشبع نواصلوا الاحساس بالشبع اللي هو مهم برشا باش نربطه بالموضوع الثاني نتاعنا اللي هو كيفاش نبدا الريجيم يعني باش تعطينا القواعد مش الريجيم في حد ذاته ولكن اليوم كيفاش نبدا الريجيم دونك اهم النصائح شنو نجم تقول اليوم في اليوم حتى صيف ولاحظت اللي برشا تويكا يحبوا يبداو في الريجيم صحيح عندهم الحق وقيد زاده باش كان مش مخر شوي لا ما نقولش مخر شوي خاطرك شي انت كان مش مخر شوي خاطر كان حضرنا قبل بشهير رانا في الصيف نبداو اون نبداو حاضرين صحيح صحيح خلى الصيف على خاطر هكا ولا هو صحيح تخلى اما فما عباد ما تلقى روحها مرتاحه كان كي نعمل الرجيم في الصيف باهي وفما عباد ما ترتاح كان كي نعمل الرجيم في الشتاء دونك ما فماش قاعدة معينة قاعدة معينة يعطيك الصحة مي فما قاعدة معينة للشخص بيدو للإنسان بيدو دونك أنا شو نقول كيف أنا اليوم مثلا نحب نبدأ ريجيوم ما لقيتش كيفاش اش تعمل خذ كراسة ولا بلاك نوت وستيلو وقيد شنو اللي زوبجيكتيف نتاعي أنا علاش نحب نعمل ريجيوم قداش نحب ننقص أنا قداش عندي زيادة في الميزان اسكو الميزان هذايا انا اللي زايد قداش يحب له وقت خاطر يلزمني نكون انا نعرف روحي انا الميزان هذايا اسكو ينقص في شهر ينقص في شهرين ينقص في ثلاثة اشهر يلزمني نعرف اي بس بالطبيعه زاد الميتابوليزم نتاعك راهو ماهوش كيما ميتابوليزم نتاع عبد اخر مثلا يعني انت الميتابوليزم تاع المراه مش كيما الميتابوليزم تاع الراجل الميتابوليزم تاع ان ادوليسون مش كيما الميتابوليزم تاع كيلكان دو ماتور هذاك علاش نقولوا الريجيم لازم يكون بيرسوناليزي يعني صحيح. كل شخص والريجيم نتاعو حد ما ياخذ ريجيم مسقط على بدنه يعني ويتعسف على بدنه لازم يفهم بدنه وهنا الحقيقه اخصائي كيبدا يرافقنا زاده مهم برشا هو نمنع انا شو نقول الاضرار الكل تنجم باش نكملوا اما ديما نقول في المرحلة هذه وقت اللي أنت تحب تاخذ الديسيزيون ما لقيتش كيفاش، الفوميو تمشي الأخصائي باش يعاونك باش تاخذ ديسيزيون قبل ما يعطيك الريجيم. تري بيان. خاطر برشا في بالهم كي مش يمشيو نوتريسيونيست راح مش تعطيهم الريجيم، وبرشا برشا معناها يجوني كي يخرجوا من عندي يقولوا لي أيه ما ماكش تعطيني ريجيم، نقول لهم لا مش اليوم مش نبداو.
حضر روحك الساعه، حضر اللي انا قلت لك عليه نفسيتك زيادة، ومن بعد اجاني تو نبداو في الريجيم. ثاني حاجه يلزمك كي انت تبدا مش تبدا الريجيم، يلزمك تكون مقتنع، القناعه تكون جايه من عندك. مش معناها فما واحد جاء مثلا راجل قال لك ليه والله يا ماذا بيك اللي ما تعمل ريجيم، تجي معناها ماخذه في الخاطر. ماذا بيك زادة ما تربطش الرجيم مع أوقات معينة، كيما تويك قبليك كنا نحكيو الصيف جاي يلزمني نعمل رجيم. لا، مش خاطركش الصيف جاي أنت مش تعمل رجيم وتعمل لي رجيم أكل لي فيسع فيسع هكيكا. رجيم الفيسع فيسع راهو نعرفوه صحيح يطيح لك، أما يجم يضرب لي الموسكل، وإذا ضرب لي الموسكل راهو بعد ما عادش تجم تحرق بالكل. أي. ما عادش دونك مفعول عكسي تماما، وتولي في مشاكل اخرى. أي. في 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 نوع في اضرار اخرى. أي. قد توصلنا لمشاكل لا تحمد عقباها. فوالا، هما شنو اللي ريجيم معناها اللي بالحق تجم انت في ظرف معين، هما كالريجيماتك اللي مثلا اللي يبداو على حاجه بركه، مثلا تعمل ريجيم التمر، معروف ريجيم التمر يعملوه 3 كعبات 4 كعبات تمر، ومن بعد يشربوا الماء وبعد يقعدوا ياكلوا كان في التمر، ولا ياكلوا كان في التفاح، ولا ريجيم العنب. راه هذوما الكل راهم صحيح تنقص بيهم، اما راهم مضرين أما برشا للبدن. اما الحقيقه يتعسفوا ياسر على بدونتهم، وتتلثى بربي كعبات دجله اللي ياخذوهم الصباح مع بما معناه مكون إيه؟ مكونات تقول لك انا عندي عرس فوالا يلزمها حاجه اخرى. فوالا دونك شنو ما يلزمكش تربط ريجيمك بحاجه مناسبه. صحيح. مثلا انا مش نعرس بعد شهر ويلزمني ريجيم، ما تربطوش. ما هو تحب انت تعمل ريجيم وعندك عرس، يظهر لي العرس رانا نبداو علمنا به قبل مينيموم 3 اشهر هذايا. اسمعي انا عندي قاعده اخرى تقول انا نضعف الروحي، يعني نضعف لروحي هذيك احافظ على بدني ونتصالح مع بدني لروحي ولا. يعني دونك مش على خاطر مناسبه معينه ولا على خاطر حد معين. اللي يجيوني هكيكا يبداو موتيفي اكثر. صحيح. ويتبعوا الريجيم اكثر، وقد ما يعمل معناها كي تبداه تنجم تكمله. علاش احنا هذايا الكل اهم حاجه هي نحبوا كي تبدا ريجيم، كي تبدا ريجيم يلزمك تكمله للاخر. خاطر الريجيم الصحي الصحي انه مش يكون على امد طويل، هذاك علاش نقولوا اعمل الزوبجيكتيف، الزوبجيكتيف الاهداف نتاعك قصيره المدى شنيا وطويله المدى شنيا. به يقولوا لي مازالوا عندنا دقيقتين فقط، دقيقتين ملك الهرمونات. عملنا تقريبا 20 دقيقه ملك الهرمونات شكون؟ به الهرمون هذايا يتسمى هرمون النمو. هرمون النمو هذا علاش نحكي عليه تويكا وقت اللي مع اللي مش نحضر روحي للريجيم، خاطر هذا زاد حبيت له تحذير. عليه الهرمون هذا، الهرمون هذا راهو يعاون برشا باش انه البدن يجم يحرق الدهون ويخلي الكابيتال مسكولير يتقوى ويكون خير. باهي. هرمون النمو شو يعمل هذايا؟ هرمون النمو كانوا للصغيرات يعاونهم على النمو وباش يكبروا صحيا خير، وكانوا للكبار يعاونهم باش يحافظوا على الكابيتال مسكولير نتاعهم، يعاون زاده على الكالسيوم، يعاون زاده على الجلده معناها على الخلايا على تجدد الخلايا، يعاون برشا زاده على الميموار والذاكره. دونك كل شيء تأدي باش انك تقعد جون، عنده حق يعني، عنده حق باش يكون ملك الهرمونات. أي. يعني بالحق يعني تسمي عن جدارة. أي صحيح. الكونية هذية به شنجمو نحكيو عليه آخر؟ أي كيفاش باش نستحفظ عليه؟ الهرمون هذية نستحفظ عليه بصفة عامة عندك، خاصة بالرجيم الصيام المتقطع، راهو الرجيم هذية باهي برشا يزيد يقوي فيه. عندك الرياضة مهمة برشا، خاصة رياضتك الفخسي، أما فخسي مدة معينة ما هيش معناها ما هيش طويلة صغيرة، وبالطبيعة بالماكلة نتاعنا اللي هي تكون تخي غيش اون بروتيين، تخي غيش خاطرش فيها ليزاسيد أميني، أي وفيها تخي غيش معناها بالبقول، فيها البقول والفيتامين. تخي بيان. به اعطيناه حق ولا مظلوم ولا ظلمناه؟ حاجه برك حاجه برك راهو لازمنا نردوا بالنا خاطركش فما زوز هرمونات اخرين يطيحوا فيه. عندك الانسولين يطيح في الهرمون هذايا، وعندك الكورتيزول اللي نعرفوه اللي هو الكورتيزول نتاع ستريس. دونك ماذا بينا ديما ناكلوا وجبات هيلثي، قد ما ناكلوا هيلثي قد ما نطيحوا في الانسولين، خاطرك شي كيما العجين والخبز والكل يطلعوا برشا في الانسولين، واذا طلع الانسولين يطيح لنا في الهرمون هذا. طيب.
طيب واحنا نحبوا الهرمون هذا يقعد ملك ويقعد شاد لنا لي ميسكول ويقعد يعطينا هالشباب وهالطاقه هذه الكل. شكرا لك هو يمتك الصحه جينا خصيصا ديما من نابل تكون شعبان دار شعبان الفهري توبه ما عادش ننسى دار شعبان الفهري. تحيه ليك وتحيه لكل الاطار الصحي ان شاء الله بنجاح صغيراتنا ان شاء الله بنجاح يعيشك ويوريا يعيشك وتحيه للبنوته نعرفها نور اللي كانت في يوم من الايام كانت ضيفتي لهنا بحذا ماماتها مريده شويه ان شاء الله الف سلامه ليها وان شاء الله ترجع لاباس. يلا شوف معنا الاطباق وقول لنا توفر فيهم المعايير الصحيه ولا ليه شيف صابرين شيف صابرين ما شاء الله. يلا نشوف نظرة مع صابرين على الأطباق وراجعين. لهني البرغل نتاعنا حطيت البرغل في ستوس قاعد يطيب من بعد حتى لين يشرب هذاك المرق يكون طاب والحم طاب معاه نخليوها على نار ضعيفة. البريك الفلفور اخترت اني نخلي هو في الاخر مش الكوكيز في الاخر علاش على خاطر الملح البريك ديما يكون هو اخر حاجة نحضروها وقت التقديم باش نقولوا احنا بلغتنا ما يجلدش تقعد الورقة تتقرمش. باش نمشيو للكوكيز دونك لهنا عندنا في الروبو نتاعنا باش نحطوا الزبدة ومعاها السكر عندنا لهنا السكر باش نحطوه باش نخليهم يتخلطوا مع بعضهم ومن بعد باش نزيد العظمة عندنا لهنا كعب عظام باش نزيدوها ولهنا عندنا الفارينة معها الخميرة قلنا نحطوا شوية بالكل خميرة متاع جاتو ولا نجمو نحطوا شوية بالكل كربونات وزيدة المهم كونتيتي صغيرة حكاية ربع مغرفة صغيرة نصبوهم بشوية بشوية ولهنا عندنا النوا والشوكولا اللي باش نزيدوهم كيف كيف للكوكيز نتاعنا نجمو نزيدو اي نوع نتاع فاكهه ولا جوست نحطو الشوكولا كهو نكملو نحطوهم باش نوريكم الخليط اللي نتحصلوا عليه كيفاش يكون هاكا يكون شادد روحو احنا توا شنو باش نعملو باش نشدو هذايا الخليط نحطوه في الفريجيدير باش الزبده ترجع تبرد شويه باش نجمو نعملو كعبه الكوكيز نتحكموا في لي فورم نتاعهم خاطر توا بالسخانه الزبده في ساعه تولي سايبه وهكاك ما نجموش نتحكموا فيها كيما يلزم المهم هذه النتيجه اللي احنا باش نتحصلوا عليها اللي حاجتنا بها كيما قاعدين نشوفوا نتاع البات نتاع الكوكيز انا توا هذي باش نخليها حكايه ربع ساعه اربع دراج في الفريجيدير وبعد باش نعملوهم كعبورات صغيرات هكا نحاولوا نعملوا كعبورات ونحطوهم على البابي كويسون ونخليهم يطيبوا في الفور بين 160 170 درجه وانتم اكيد اقعدوا معنا خاطر من بعد زيد باش نرجع نعمل معاكم البريك اللي في الفور وتوا نخليكم ترجعوا الإناث. يعطيك صحة شيف صابرين إن شاء الله تسلم الأيادي وديما الحقيقة بين يديتها يخرجوا ماكلة بنينة برشا. أنا باش نقترح عليكم النغم هذايا باش نهديه لكم الناس الكل ونهديه للناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم وعندنا زوز بنوتات صغيرونات يتفرجوا فينا من أوفياء البرنامج نحب نحييهم ونتمنى لهم طول العمر. هذه الأولانية عايشة بن عمر نهني بوها نبيل بن عمر ومماتها حبيبة بن ليمام دونك البنوتة هذايا اليوم عيد ميلادها كل عام وهي حية بخير العايشه ان شاء الله بطول العمر ان شاء الله بالسعاده ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله ايامها كلها افراح وسعاده وان شاء الله برس بوها وامها تعيش في عزهم وتكون احلى بنوته ان شاء الله تفرحهم ويراوها في احلى ايامات عمرها ان شاء الله. هذه ثانيه من يار
منيار بنت زميلتنا ايمان عبد القادر، بنوته المزيانه هذه نقول لها زاده كيف كيف منيار، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. منيار تستنى في تصويرتها، نعرف وقاعده قدام الشاشه توا، نقول لها كل عام وانت حيه بخير يا منيار، وان شاء الله ديما انت مزيانه ومحليك ومفرحه ماماتك ومميتك والعائله الكل، وان شاء الله كيف كيف تتربى في عزبوها وامها. دونك هذوما زوز صغيرات، وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم نهدي له النغم هذايا باش يغني لهم، ليهم هما البنوتات هذوما الزوز وليكم الكل، يغني لكم صابر رباعي برشا برشا يا مدلل. يلا وراجعين. برشا برشا يا بدلة، برشا برشا يا مدلة، برشا برشا حبك على قلبي تسلى، برشا 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 يا مدلة، برشا حبك على قلبي تسلى، برشا 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 يا مدلة. الشوق ملواني يغمرني ويطواني، برشا الشوق ملواني يغمرني ويطواني، حبيب القلب اسمعني وكاف علي الدل، انا حبي لكم برشا روحي والهانه وعطشان، حبي لك برشا روحي والهانه وعطشان، قلبي سلم عرشه وعدل بحكمك يتامل. برشا برشا يا مدلل، ان شاء الله انتم المدلين معنا اليوم وكل يوم انتم معنا مع التلفزه الوطنيه، ان شاء الله برشا دليل. دليل يبدا من الفقره هذه مثلا، الفقره اللي تقترح عليكم كل خميس تقنيات جديده باش نجموا نسمعوا حاجات بيدينا وتكون بيرسوناليزي. بالطبيعه الامراه ديما الانيسه رويبح، صباح الفل والياسمين انيسه، مرحبا اهلا وسهلا. صباح الخير لكم الساده المشاهدين. باهي منوره انيسه، عندك الالوان وعندنا برشا حاجات فوق الطاوله لهنا، قبل كل شيء شنو باش نعملوا؟
حاولت باقتراب الطبيعة موسم الصيف والعرس والحفلات والتخرج والكل، قلت على قليل الأمهات اللي يتابعوا فينا يشوفوا كيفاش يخدموا بروش وإلا سيرسو ولا أي حاجة اللي باش نخدموها تويكا بالستراس بالحجارات هذوما للبنياتهم ولا الأقرب. دونك احنا باش نصنعوا تاج، باش نصنعوا بغاش، باش نخدموا تاج احنا اكتوالمون. أما البارتي اللي باش تجي تاج اللي هو سيرتيت، اي سيرتيت هذه هي الملكات احنا اليوم. سلطانة اليوم سلطانين. باش نعملوا حاجه دونك لصغيراتنا ولينا زاد ولينا دونك لي شونتيون تاع التاج البارتي اللي باش نخدموها تنجم تجي براش، تنجم تجي برشا افكار يعني. باهي تخي بيان. دونك شنو اللي نستحقوا؟ بطبيعه كي باش نخدموا تاج نستحقوا للتاج، اما برانسيبالمون المهنه هذيا نستحقوا الخيوط، انواع نتاع لي فيل، الخيوط هذوما الميتاليك اللي فيهم نوامر تلقاه من 0.3 0.4 5 6 8 اللي هو ليبيسور يمشي ويطلعوا ليبيسور يعطيك الصحه. الدورتي نتاع الميتال هذايا، فما دوري ارجون فما الوان اخرى، اما بصفه عامه نستخدم الدوري. دونك البدايه دونك نستخدم بخلاف هذاك شنو مال الاخرين هذوك. انا عندي المقص هذايا والبانس، المقص باش نقص به النيفو تاع اللي حاجتي به، والبانس اللي يعاونني في التدوير وكاو يدي تعرق ولا تزلق فورم فوالا. ونسحقوا كلكو ستراس، لي ستراس مانيش باش نقول شنو مال الالوان بطبيعه انتم اللي تعرفوا، اما جميع انواع لي ستراس راهو يصلحوا. دونك ناخذوا كيما هكايا الفيل كابلي هذايا، ناخذوا نمرو بار اكزومبل 4 4 عندي هنا نمرو 4 باهي هاكا ليهم متوسط وليه خشين. اول حاجه نعملوها انه نجيو ونعبيو الفيل هذايا، نبداو نعبيو فيه بالكعب نتاع لي ستراس الكل على بعض، نقولوا احنا الالوان الكل يعني ماهوش بالضروره كل واحد وذوقه، كل واحد شنو الالوان اللي يحبها. نبداو نمليوهم، المهم وهو في الكابل نتاعو احنا نقعدوا نمليو التل هذايا الخيط هذايا نتاعنا ميتاليزي. الالوان كيما قلت لك سا ديبون باللبسه هذاك. دونك هنا المجوهرات كلها كيما هذايا كيما اللي تشوف فيها نعبيو. انا نتمنى بطبيعه بعد اذنك كانت نجم انت نفس الشيء تتبعني، خاطر يقولوا الساده المشاهدين كان ايناس نجمت احنا عملنا حاجه في الكواليس ما عملنا شيء، كان نجمت اون ديريكت هما ينجموا بطبيعه. لا كان ايناس نجمت معناها صحيت انت ما عندكش ثقه فيا. نجم نجم هما يعرفوني، يعرفوا اللي انا نقبل التحديات واللي انا نقبل التحديات. دونك شنو نعمل؟ هاكا الفيل هذاك جوست نعبيو، نقولوا اون بتيت بارتي اللي باش الساده المشاهدين يشوفوا الباز. دونك الوان مختلفه ورا بعضها كيما جات من الكبير الصغير، باش نحاولوا تكون باناشي بالطبيعه. تخي بيان. دونك سهله هي حتى هو كيف ما السبحه للي مغرومين صحيح ما فيهش تعبيط السبحه. بالضبط هما شي تسماو بشويه على لي ستراورسكي هذوما، احنا كنقولوا انفرط العقد. دونك هذايا حبيت العقد. حبيت العقد ويا حبة ذي يكونوا باللؤلؤ والمجوهرات والمرجين. والله حتى كان جات عندكم شركة تقطعت قبل تفرتت ما عرفتش كيفاش تصلحها. والله هو الحقيقة عندنا حاجة تقطعت الصباح فما اي هي بلوتي هي بلوتي هكا واحدة بواحدة اللي يكشف لنا حال، اما هكا واحدة بواحدة ما جاش البال اللي تنجم تصلحي لنا زادة. نصلحوا كل شيء وتنجم يعني كيما هكا شفت يعني خيوط الكعب مختلفين وفان كونت. داكوردو دونك هنحاول بون لو ماكسيموم بوسيبل، انت ما في بعد باش تخلي لي الوقت اللي نقعد نكمل فيها البغوش هذيا. نجم تهز حتى ثلاثه ايدونتيك مع بعضهم باش نجموا نعملوا ورده صغيره ترافل، الثلاثه هما اللي نعقدوهم كي يبداو ثلاثه كيف كيف. اي فهمت. اما انا كانك حيلت عليا شويه خاطر ما عنديش برشا اختيارات. باهي اي ولا حيلت عليا شوي. شفت كيفاش فايقه انا هكا خاطر يلزم زاده تتفنن شويه باش بون انا النتيجه ماهيش ظاهره ما هكا بدات تظهر. هذه هو نعملوها حتى فرده هذيا لصغيراتنا البنات يعني اللي في العمر نتاع السادسه ابتدائي وخامسه في الابتدائي يحبوا هالاكسسوار هذوما هكا مزيانين. بالطبيعه دونك ما نعرفش ظهرت والا لا. هو هذا هو الباس انك نملي الخيط توا نجمو ميسالش نمشيو للدوزيام بارتي اللي هي هنا نعقدوه الخيط هذايا باش ما يعاودوش يخرجوا. صحيت هكا جوست من هنا وندوروا. اذا كان لقيت صعوبه بتدوير بالصوابع هكا جوست بالبانس هذايا وتدور هاو ايناس هاكا مانيش غشاشه برشا. دونك باهي اون فوا دورت باش تعمل نو يعني نو باش ما يخرجش نجمو بيدينا ولا؟
تنجموا بيدينا كان اليد ما تعرقش ما يقلقش جوست نو تحديني برك كهو تحديني برك تو مش نشوفوا انا دونك هذه النو عملناها انه تاج من هو الاجمل ليه هكاك هذا انا دخلت في السباق عرفت نكمل برك باهي سي سكرت اما هي محلاها بالحق سكرت النو هذيك باهي تو ايناس باش نجيو ليتاب نتاع شفت تخلي مثلا زوز سنتي على النيفو هذايا خلي زوز سنتي هكا وتسكر وتدور هذا البرانسيب نتاعها شفت كيفاش كي ندور هكايا نقرصها تعاود ترجع لليني برانسيبال نخليه هذايا هكا ونرجع لليني برانسيبال اي وبعد نعاود نهز واحده اخرى نبعد 3 4 سنتي وللانترسيكسيون هذه ديما في الليني برانسيبال ونعاود نقرصها كيما هكايا باش تد بلاصتها هذوكم اللي باش يجيو ديفيرونت اوتور هاي نرجع لليني برانسيبال هذوما اللي احنا باش نزينوهم هكا يجيو في الاجناب ونفس الشيء هذه مره تعملها قصيره نتاع سنتي مره زو سنتي مره 3 سنتي ونفس الشيء هكايا تقرص باش تركح وتشد بلاصتها تخي بيان دونك هكا بدا يظهر هو البرانسيب نتاعها ماهوش صعيب اي جربها والله هي صعيبه والله الحكايه الكل حكايه قرصانك اهو ما فيها حتى شيء ساده المشاهدين يشوفوا ويقولوا لنا نهز الكعبه نبعد كيما هكا مثلا 3 سنتي ونمشي لليني برانسيبال اللي باش نشد هكا وندور هي نقرص هكا باش هذه غلبتني باهي نشهد لك ما غلبتكش هذه نشهد لك على خاطر على خاطر حسيت باش نهلكها شويه ولا مثالش جربها انت اول مره هكا ولا ما فيها حتى شيء ما تقطعش الفيل هذايا اي شنو نقطع الفيل ميتاليزي هاكا يدور نعاود نختار مثلا نمشي اعلى شويه تقول انت باش تشوف الفورمه هاي مثلا اخترت 3 سنتي مره اخرى نشد ستراس بيدي باش ما تهربش ومن الليني برانسيبال شاده ونقرص والله ما فيها شيء والله انا ما نحبش العنف خاطر يقول لك عليه ما نجحتش فيها هذايا ما نقرصش لا نقرص يدي تحتي لا يدي فوقي نشهدلك هذه باهي غلبتني اما والله اللي تاب اللي قبلها سافا نقزناها سيدي مشاهدين نستناو في خدمتك راهو مش نقول لك انا والله انا يعرفوني نتحدى ملغه باهي تو نحاول شرف حاول شرف الانسان في المحاوله ديما ليني برانسيبال هي الكعبه وترجع لاختها بالطبيعه باش تولي سور دو وتقرص باش تركح في بلاصتها يعني في النيفو اللي انت تحب عليه تبقى عاليه قصيره هي تركح في البلاصه هذيك باش نكمل الكل المجوهرات هذوما الكل واحدة قصيرة متوسطة صغيرة متاع سنتي زوز ثلاثة فهمت هاكا وديما نرجع لليني برانسيبال هذاك التاج اللي باش يكمل السيرسو اهو هكايا اي ومن بعديكا يظهر هو ديجا هكا كيما هكايا يظهر اي بالحق مزيانة برشا محلاها والدوغي عطا برشا يعني وفما لاجونتي زيدا الوان مختلفة الوان الكل الوان مختلفة ما فيها حد شيء تخي بيان دونك انا نخليك كان هكا بدينا قدمنا ديجا نخليك تكمل ونرجع نشوف التاج في الاخر في الاخر بالكل واسهل مرحلة قولي ايناس جرب البسه قيسه هذيك اسهل حاجة يلا خلينا نهزم القرية ميداس بتمغزى نمشي ومع مراد مزيود وين عشنا على ايقاع تظاهرة ثقافية وراجعين مواصلين المشوار نتاعنا نذكر انه احنا نتواصل معكم الى حدود منتصف النهار تفضل احتفت قرية ميداس الجبلية المحاذية للحدود الجزائرية بمهرجانها الثقافي مرداسيات في دورته الثالثة تظاهرة أثاثتها جمعية مرداسيات للمرأة الحرفية في برنامج ضم عديد الفقرات الاستعراضية للباس التقليدي ومعرضا للحرف والأكلات التقليدية التظاهرة ذي في دورتها الثالثة سنة حبينا نطوروا فيها على الدورة الأولى والثانية مشكورين السلطات المحلية اللي دعمونا باش طورنا الفكرة ونحن نسعوا لأنها تكون مهرجان مرة أخرى والهدف الأول من التظاهرة هذه هو الترويج للسياحة الثقافية في ميداس بحكم ميداس عندها خصوصية ثقافية مميزة ولترويج منتجات الحرفية للمرأة الريفية بميداس اللي هي منتجات ثمينة جدا باش نعرفوا اكثر باش تتعرف على اكثر اسواق وفرصه للعباد باش تتفرهد وفرصه للسياحه وفرصه باش تجي العباد تبدل الجو معناها تعرف كنا في وضع خايب تو عامين التالي تو جت فرصه باش نعمل تظاهره باش العباد تتفرهد و...
حرف تنوعت بين صناعة الخزف وسعف الجريد والمنسوجات الصوفية أتقن صناعتها نساء تحدين كل الصعوبات لإثبات وجودهن بجودة منتوجاتهم. نصنع في المرقوم، نصنع في توا بالنسبة للمرقوم تطور مكاننا، نخدم على السياحة قبل شوي نعملوا جمل، نعملوا جحفه، نعملوا تو لا نخدموا على المواطن، نخدموا على المواطن اي نخدموا على المواطنين. اي ماشي يا مرق. لا ماشي بالقدا تو. كيفاش طورتي الخدمه نتاعك؟ في طورناه تعرف بالجوده، الجوده نحن اي الجوده نتاعنا يعني الصنعه نتاعنا سمح بالقدا بالقدا. اول مره بدينا وحدنا ما يعني ما عاوناش حتى مجهودنا الخاص، نفرقوا شوي فلوس 2000 2000 2000 2000 وشوي طعم، وبدينا بشوي 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 لين تعرفنا بشوي، حتى لان وزاره المراه الحق اتحالت الامور الحق بصراحه ودعمتنا ومشكوره بصراحه. تو الخدمه اللي خدمناها تو ثم خدمه جديده خدمناها من المواد الاوليه جبتها لنا وزاره المراه. قعدنا صابرين 3 سنين كاكا نحلوا في الفريب نخدموا ونقول لهم اصبروا جماعه وكل شيء، ولكن الحمد لله الحمد لله تو نلقى التظاهره ونمشي كل عام احسن. نساء ميداس حاولن من خلال هذه التظاهره مزيد التعريف بقريتهم المنسيه رغم ما تتميز به من ثراء طبيعي وثقافي. المرأة كي نقولوا المرأة وفاء، المرأة في تمغزة بصفة عامة لاقي حظها ولا عندها شخصيتها، اما الحظ مازال ان شاء الله تلقيه. اي عندها شخصيتها وحابه تقول راني موجوده، تحب تخرج اللي الموروثها الثقافي الحضاري الحرفي المهني، تحب تبرز تحب تاخذ حظها ومكانتها في المجتمع. واكبر دليل تشوف فيه اليوم التظاهره هذه بدات نجم نقولوا من عزيمتهم لا اكثر لا اقل. هاك علاش اليوم نحن ما نجمو كان نكونوا معاهم، ما نجمو كان نسندوهم. الحرفيات هذوما انطلقوا كما قلنا ب شويه نتاع اثاث مستعمل وملابس مستعمله باش يقولوا رانا حرفيات ورانا وارثين ورانا متعلمين ورانا قادرين. تظاهرة مرداسيات مثلت مناسبة مهمة لأهالي قرية ميداس لإعادة تسليط الأضواء على هذه المنطقة السياحية المنسية والتي غاب عنها زوارها منذ سنوات. جمعية النساء المردسيات أنا اللي عجبني فيهم أنهم معناها يخدموا من الحاجات نتاعهم هم، معناها ماهمش جايبين حاجة لبرا، صغيرات زادة محلاهم، وأنا نشجعهم برشا نساء. المقر هذا خرج شوي حرف وبرشا عزيمة، شفنا دعم من وزارة المرأة أعطاه برشا أعطاه حافز باش نكونوا موجودين اليوم في التظاهرة هذه الدورة الثالثة. كيف وزارة الثقافة وقت دعمت أعطات زادة فرحة كبيرة للجهة هذه. تبقينا في برشا جهات أخرى يلزمها اليوم تمن بدور المرأة، تمن مكانتها في كامل تراب الجمهورية في كل شبر في تونسنا، يلزمها تمن بأني فما قدرة وفما كفاءة وفما عزيمة لتونس كاملة بك المرأة التونسية. من جديد رجعنا لكم في المباشر، متواصلين معكم بالطبيعه على امتداد 3 ساعات من البث المباشر الى حدود منتصف النهار. قلنا عديد الفقرات، واليوم قلنا من بدايه المشوار باش نمشي ولا بالاحرى باش يجيو بحذينا برشا ضيوف من جهات الجمهوريه التونسيه. سعيده باش يكونوا بحذايا دو شيف باش نحكيو على المهرجان الدولي للشركه وبالمونستير، وسعيده برشا باش نحكي في هذا مع زوز ضيوف. نبدا معك شيف مازري عيسى، رئيس جمعيه فن الطهي للجميع فرع المونستير. مرحبا بك، اهلا وسهلا في هذا الصباح. مرحبا بك ناس، شكرا على الاستضافه. جو حلو برشا فهمتني انتم اللي خليتوه احلى الحقيقه. فوالا وبالمناسبه لو تسمح باسمي وباسم رئيس الجمعيه سي حلمي قحبيش نهنيكم على عيد ميلاد المؤسسه الاذاعه والتلفزيون 56. شكرا، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شكرا، ونحب نحيي قبل ما نخليش يستنى سي نادر شوشين عضو كيف عن جمعيه فن الطهي للجميع. مرحبا بك نادر.
بدر، اهلا وسهلا بيك، ونحييكم ونحيي كل اعضاء الجمعيه الحقيقه على هالجاتو هذا. اذا كان ممكن رشيد الصالحي مخرجنا، يعني بالحق اش تحبني نقول، معناها افحمتمونا بالحق، حاجه مستنا الكل، اكيد كامله، فريق كامل، مؤسسه التلفزه التونسيه اللي احتفلنا قلت البارح بعيد ميلادنا 56. بطبيعه تحيه لكل الزملاء وكل اعوان مؤسسه التلفزه التونسيه، المباشرين الحاليين اللي غادرونا وجنحوا ولقاو فضاءات ارحب في الفضائيات العربيه والدوليه، وكيف كيف ايضا زملائنا المتقاعدين وكل زملائنا في الوحدات الجهويه، مشكورين. ألف صحة، مشكورين جدا، وفيها برشا فينا وبرشا تخامة الحقيقة، واللوجو نتاعنا وبرشا تفاصيل تعز علينا، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. يلا نحكيو على قبل كل شيء على، خلينا نبداو بالجمعية، شنو رأيك؟ شايف؟ نبداو بالجمعية هذه، جمعية فن الطهي للجميع. قداش عندها تنشط الجمعية هذه وشنو هي أهم الأهداف نتاعها؟ فوالا 2015 هي جمعية طهوية ثقافية. ننشطوا ان شاء الله من 2005. هي الاهداف نتاعها هي المحافظه على الموروث الغذائي، خليني نقول يعني، وتوثيقه خاصه والتثمين نتاعه. خليني نقول نمشيوا عندنا برشا مكاتب فروع جهويه في تونس، نلقاو في قبصه، في المهديه، في سوسه اللي هي الام، في المنسير، معناتها في قلنا في تونس، في نابل، نمشيوا لك المدينه، نمشيوا لك القريه، نشوفوا المراه هذيك الكبيره اللي كانت تطيب لنا فك البلا نتاعنا الموروث الغذائي القديم، نسالوها شنو كانت تحط فيه، شنو كذا، كيفاش ليزاسيس اللي تخدميهم، شنو الماكله نتاع العوله، خاطر توا في خزم نشوفوا برشا ماكلات جدد جا وكذا، يلزمنا نحافظوا عليه الموروث هذا، وخاصه بالتوثيق نتاعو. تاخذوا الصيغه الاولانيه كان نجموا نقولوا، يعني النسخه الاولانيه كيفاش كانوا جداتنا يطيبوا الاكله هذيك، يعني هذا هو انك تحافظ على الاكله. وخاصه توثيقه، هذاك علاش الجمعيه ديجا عامله هي كتاب في باسم السيد سي حلمي اسمه فن الطهي عبر التاريخ التونسي، نرجعوا لهم بعد الكتاب هذا شنو فيه، وان شاء الله نكملوا احنا 2022. احنا ايضا توا بصدد توثيق كتاب اخر في قرابه ال 120 طبق منسي، او خليني نقول في طول الاندثار، ما نعرفوهمش، او العائله التونسيه ما تعرفوهمش، من الاطباق المعروفه الكسكسي وكذا وكذا، ان شاء الله هذا في 2022 بحول الله قاعدين نخدموا عليه. طيب وهذا تراثنا اللامادي كان نجموا نقولوا، هذا اليوم تراثنا اللامادي، وتعرف انت اللي دخلنا حتى لليونسكو، يعني لائحه اليونسكو ببرشا اطباق تونسيه صرفه صميمه. وخاصه توثيق طبق الكسكسي 2020 اخر حاجه، اللي هو كان طبق معناتها موروث مغاربي، معناتها يجمع معناتها بلدان المغرب البحر العربي البحر الابيض المتوسط. به انا الحقيقه خلينا نبداو باللي جابنا باللي جابكم بحذانا هوني، نحكيو على مهرجان المنستير عاصمه الشركه، بتحت تسميه المنستير عاصمه الشركه. الشركه هو شنو هو، ساعه نادر والا معاك النوعيه هذه من السمك، علاش نحتفيوا بها، علاش نخصوا لها مهرجان، هل هي موجوده اكثر في جهه المستير اكثر من غيرها؟ دونك اعطينا شويه تفاصيل. هو ذاك علاش احنا نعتبروا الشركه، وهذا هو من المخزون الثقافي لودونتيفيك سون كيلينير دي مونستير، يعني نتاع المستير. نلقاوه السمك كذا في البحر الابيض المتوسط، نلقاوه في اسبانيا وكذا، مي في سواحل المونستير بريسك العائله المستيريه اكثر، معناتها عائله هي الطيب السمك كذا. هو وقته شاف، هو نلقاوه هو يعني نلقاوه على ال 12 شهر موجود. خليني نقول ما فيش نوع برك، هو كلاسيو احنا من الحوت الابيض، مش من الحوت الازرق، خاطر فما برشا ناس يقارنوا الشركاو باللزف، لا، واللزف اللي هو من الحوت الازرق يبدا اكبر شويه، الشركاو يبدا اقل مع تاع سنتي زو سنتي، قلنا نلقاوه نقول 12 شهر، ولكن نعرفوا الا كان تشوفوا المنستير الساحل نتاع المنستير فيه نقولوا احنا ساحل صخري، نلقاو فيه نوع، نلقاو الساحل الرملي، نلقاو الزريع، نلقاو قربت هما الاربع انواع نتاع الشركاو، ولا نلقاو فيه الساكنه، نقولوا احنا الشركه والساكنه اللي هي تلقاها ديما في الذريع، تلقاها ديما متخبيه، نلقاو البيضه لا تلقاها كعب الشركه وتلقاها في الرمل، نلقاو برويس هذه تو الوقت نتاعها تبدا هكا راسها خشينه شويه، هذوم بريسك الانواع اللي نلقاوهم، معناتها نلقاو معناتها ما شاء الله فيه فاريتي، فيه برشا انواع. فوالا، ولكن احنا تو المشكل فقدناه السمك هذاك، وهذاك علاش احنا من الاهداف الجمعيه، اولا المحافظه على الموروث هذا، خاطر قبل لو تسمح شايف شنو هي المنافع، يعني خلينا نتوقف شويه عند المنافع الصحيه، واحنا كنا مع اخصائيه
التغذيه، يعني اليوم علاش نتلهاو ولا هالعنايه هذه والاهتمام بالنوع هذايا من السمك دونا عن الانواع اخرى؟ شنو المنافع الصحيه الغذائيه فيه؟ هو اكيد احنا كي نكلاسيو في الحوت الابيض، يعني المنافع الحوت الابيض الكل باش نلقاوه متوفره فيه ومتوفره فيه فوالا. وخاصه لاحظنا الاعوام الاخرى افقدناه السمك هذايا، هذاك علاش حبينا بمعنى افقدناه؟ افقدناه ما عادش متواجد برشا، يعني برشا اسباب. شو طرق الصيد العشوائيه اكبر سبب، معناتها التلوث هذاك زاد من اسباب ثانيه، وهذوما كل باش نطرقوا لهم بعد في البرامج، معناتها باش نختاروا باش تحسوا زاد شويه اكيد فوالا. مثال، وخاصه كان انت تشوفي سواحل المنسيه فيه برشا نتاع تربيه الاسماك، ممكن زاد عندها دور فهمتني في السمك هذايا معناتها. ولكن تقعد ديما السيزون نتاع فانت اوت، يعني في اخر اوت وبدايه سبتمبر، هو الذ نوع نتاع حوت. علاش؟ خاطر احنا نقولوا الحوت هذاك هو اللي يجلبك الحوت الكبير، كيما اللمبوك وكيما المسله ذوكما، هذه تلقى الغذاء نتاعو فهمت. به انا قدامنا وقتاش طيبتوهم ساعة شيف نادر هذوما؟ انتم جيتونا من المستير ونتصور من ساعات الصباح الاولى قمتوا وحضرتوا وجهزتوا وقتاش؟ ما 3:30 نتاع الصباح. يا عيني عليكم بصراحه، والله تعرف قداش نفرح. انا ديما نقول راهو ضيوف الماتينال، ضيوف هذا الصباح راهم ملتزمين، راهم يجيو ساعات مش ساعات، الاغلبيه قبل شاره انطلاق البرنامج. دونك تقول لي تقايمين ما 3:30 تاع الصباح باش تطيبوا هذا الكل وباش تجيو وتقدموا للناس وتعموا الفايده، انا نشكركم برشا الحقيقه. ومعاكم ثالث كم عاد نحب نشكروا زيد اللي هو سي منير المنسيري زميلنا الصحفي اللي بالحق يعني يخدم معانا في خدمه مزيانه على الاخر، واحنا نحبوا صوت الجهات يكون موجود. سي منير يفضلوا كل ما تبدا فما تظاهره ثقافيه فنيه في اي مجال كانت يكون هو جسر التواصل بينا وبين الجهه المنظمه. قل لي شيف نادر، احكي لي على دو بلا هذوما ساعه، شنو هي الخصوصيه؟ وهل انه صنوعيه السمك هذه الشركه اعز اكله نقولوا احنا نطيبوها هي الكسكسي بيه، والا شنو اعز حاجه وفي نجموا شنو نجموا نطيبوا بيه؟ هو من ناحيه اعز اكله معناتها المعروفه المتداوله معناتها الزمنيه هي بالكسكسي وتعمل معاهم فطاير مقلي. مي احنا تو في المهرجان نتاعنا نحبوا نكونوا تكون فما الكرياسيون وتكون النوفيتي حاجه جديده. اي كيما مثلا نجموا نعملوا الطاجين، كيما تنجم تعمل بها دي تارت، كيما تنجم تعمل بها سوب، ماهيش بتكون مختصره في الكسكسي، هي براتيكمون معروفه ديما كسكسي ولا فطاير، هذيك هي المتداوله عند النساء الزمنيين. احنا نقولوا الاكله الزمنيه الاصيله المستيريه الخاصه معناتها. اي تخي بيان. دونك ناخذوا شويه افكار اخرى ليزاستوس باش نلقاو البنه المضمونه، كيفاش شنو الحاجات اللي كان هكا النساء يتفرجوا فينا يقول لك نحب نجرب، شنو تقول لهم شنو يعملوا؟ كيفاش يطيبوا؟ يطيبوه هما براتيكمون يتفور. يحب الفاح ما يحبش الفاح. هو يحب الفاح ولازم ونفوروه احنا ما نعملوش معناتها في وسط المرق. نفوروه. دونك يتيب في كاسكاس يتفور وحده. يتنحى الراس على جنب، الراس يتحط في كومبريسه ويتحط في المرق باش يفوح المرق نتاعو. والبقيه كله يتفور مع الكسكسي. تخي بيان تخي بيان. باهي في المهرجان كي نقولوا مهرجان توا شايف نقولوا مهرجان يعنى بالشركه، وش معناها شنو باش نلقاو احنا؟ ناخذوا فكره، هو ينطلق غدوه المهرجان يتواصل على امتداد نهايرين 4 و3 و4 جوان. دونك البدايه الانطلاقه باش تكون؟ ان شاء الله غدوه موعدنا في مارينا المنستير، خلينا حبيناه يوم علمي في النهار واش نلقاو محاضرات وندوات، باش نبداو باخصائيه التغذيه يعطيك الصحه. كان عندي الحق انه بديت وخيرت نبدا بالمنافع نتاعو. فوالا اكيد يلزمنا باش نحكيو على المنافع الصحيه خاصه السمك هذاك، سامحني مدام حياه الورفلي فهمتني، اخصائيه تغذيه وهذه ديما ترافقنا راه في المهرجانات نتاعنا ولا حتى في توثيقنا للاكلات المنسيه او الشعبيه ديما مدام حياه تلقاها ديما معنا هي توثق لنا. أيوه. هذا الباهي وهذا الخايب وتعطي الجانب يعني الاكله ومنافعها وقيمتها الغذائيه وغيره. باهي باش نحكيو زاد عن جمعيه ازرقنا الكبير يعطيها الصحه باش تعمل لنا باش تحكي لنا على السمك هذا. يا هندرة علاش موجود في المستير برك؟ نقوشي في جربه، نقوشي في بنزرت، نقوشي في اسبانيا، نقوشي في حوض البحر الابيض المتوسط برك، علاش المدينه برك نقاو السمك هذا برك؟ هذا باش نحكيو على سمك اماكن التواجد نتاعو في البحر الابيض المتوسط. باش نلقاو زاد استاذنا سي حسين بالحاج يوسف باش يعمل لنا ندوه بعنوان من هنا بدات الحكايه. أي. هو تبارك الله استاذ ارشيف كامل نتاع الثقافه استاذ سي حسين بالحاج يوسف. يرجع بالتاريخ هنا. يرجع لنا تاريخ المهرجان كيفاش كان يتعمل، تاريخ الاكله هذه في
المسير، انما العائلات المسيريه اللي كانوا يعملوا الكسكسي هذاك، باش يحكي لنا على الحوت في المسير بصفه عامه، باش يحكي لنا على المغاور، باش يحكي لنا على حضارات، هذا الكل ان شاء الله باش نلقاوه في اليوم الاول. وباش نلقاو الشيف عمر بوزقره اللي هو عميد الطباخين في تونس، خليني نقول مش حتى في المسير، باش يعمل لنا ديمونستراسيون صغيره على طريقه التنظيف نتاعو، خاطر طريقه التنظيف راهو من العوامل زاد المراه ما تحبش تاكله خاطر يتعبها شويه. احنا سبيسيال شويه طريقه سبيسيال شويه فوالا كيما قال الشيف نادر، نحيوا له الروس نتاعو ومن بعد احنا نقولوا نحكحكوه، يعني نحطوا له الكروسيل الملح ونقعدوا نصفوا فيه نحكحكوه فيه حتى وين معناتها ينضاف، ومن بعد كيفاش نفوروه نحطوه هو من بعد الكسكسي، يحب القراع البطاطي، يحب البطاطا ويحب الفلفل، هذوما اللي يقيم اللي يحبهم الكسكسي اللي نعم نجموا نعملوا مارياج نجموا نقولوا معاه. فوالا خليني ساعه الشيف نادر شنو باش نراو؟ باش نراو زاد اطباق تطيب على عين تطبخ على عين المكان، يعني بخلاف التنظيف، احنا بدينا بالتنظيف وبعد نجموا نراو الاطباق هذيا في اليوم الثاني. في النهار الثاني باش يكون في يوم طهوي وفرجوي اكثر منه، دونك باش نلقاو معناتها ورشات تاع الطبخ، باش تكون مسابقه ما بين العديد من المطاعم. حبيناها تكون والموضوع شنو باش يكون؟ يعني اي اكله اختياري في الشركه، بس المهم المهم البازيك احنا حبينا معناتها فوض تندثر نزيدوا نعموها، ماذا بينا تكون موجوده في وسط المنيو نتاعنا، تبدا تكون موجوده في الريستورانات بما انها خاصه بالمعتمدين المنسير. دونك فيها ورشات طبخ، فيها ورشات رمايه، عروض رمايه، عروض فولكلوريه، فيها الماجورات، فيها عروض مسرحيه. هذه في الشوارع؟ في ميناء مرسى المارينا. في فضاءات مفتوحه معناها باش نراو فما حركيه، باش نراو فما جمهور. بتبقى الحال شوارع نقولوا احنا باش تكون فيها حركيه. هي عاملينها في الميناء نتاع مارينا. اي. باش تكون معناتها في هو الفضاء في حد ذاته مزيان الحقيقه، يعني أي. الفضاء زاد يزيد جمال للموضوع ككل. هكا ولا سي نادر؟ بتبقى الحال. في ايضا اني فتك في اليوم الاول على باش نلقاو زاد باش نجيبوا بحار اللي هو سي عبد الله القريشي باش يحكي لنا على طرق صيد الشركاء قديم قبل كيفاش كنا نصطادوا فيه، وتوا قبل كانوا يصطادوا فيه بالكب، يعني هذه طريقه نتاع الصيد هي عباره على كل حديده والصياد تلقاه يقعد يوسع باله في عقله يحطك الحديده اللي هي فيها شبكه ورصاص باش يرز الحديده ويرمي له شويه فتفات خبز زكايه ويستناك المجموعات، خاطر هي الطريقه التقليديه هذه ويقعد يتقى يستنى ساعة وساعتين الصياد باش يطلعك ال 200 غرام وكذا. وتوا الطريقة العصرية اللي كيفاش احنا عندنا بعض الصور لو تسمح شيف اذا كان ممكن مع زميلتي في الاعلامية نعاودوا نشوفوهم لعملية الصيد، دونك من جوانب مختلفة الحقيقة. انتم تطرقتوا للشركة ومن بداية من الصيد كان النجم نقولوا للتنظيف نتاعو كيفاش نطيبوه المنافع نتاعو هذا الكل، دونك طريقة جديدة نتاع الصيد هي اللي هي كيفاش نقولوا ندوروا عليه، يعني تلقاها فلوكة ترمي الشباك نتاعها في شكل دائرة حتى وين، خاطر هي كما قلنا هو في مجموعات، حتى وين تلمك المجموعه هذيك ومن بعد تجبد كلمة كنا تجبد بالكركاره معناتها حتى وين تحصل المجموعات. الطريقه القديمه تعب برشا الصياد، يعني يقضي قرابه ساعتين ثلاث سوايع باش يتحصل على كل فوالا اكرطل وكذا الوركي توا معناتها ابرك شويه. بالنسبه جيست للبرنامج زاد حبيت نتطرق عن اسطوره الشركه وكان تعرفها وباش يتم معناتها تزيد معناتها اقامه اللي هي اسطوره الشركه ومعناتها تجيس المعلومة دي أسطورة تتحكي قبل اللي هي لو تسمح إيناس نحكيوها. أنا ما نعرفهاش، أنت قلت تعرفها أنا ما نعرفهاش، دونك نحب نعرف شنو اللي هي الكاهن الكبير أو خلينا نقول حاكم المدينة قبل في المستير، وبويسك هي البلاد هي المسيرة هذه هي شبه جزيرة، يعني الناس الكل كانوا صيادة غادي قليل وين تلقى الفلاحة، فهمت؟ ألور حب يزوج بنته اللي هي الوحيدة نتاعه هو، يعني الولي العهد اللي باش يجي الأكثر صياد يجيب له أكثر عدد من الأسماك. إذا الخبر هذا وصل معناتها لكافة الناس الكل، كل بحار جايب فيدو معناتها يحب يشارك في المسابقة ذيك، اللي يجيب شكارة كبيرة اللي يجيب كل واحد معناته جيد. قريب اشتوفى المسابقه جاء اصيل واحد المدينه المنستير وحب يشارك، الور هو داخل معناتها بسر صغير
قالوا له كيفاش انت توا الصياد كل جاو من احاء العالم وكذا وانت جايب هذا مثبت روحك باش تربح؟ قالوا سي باش نربح. الور كي دخل يحسبوا في عدد الاسماك يقولوا احنا لقاو 100 حويته وحويته، يعني اللي هو جاب السمك كذا صغير نتاع الشركاو، وقال هو بويسك الملك معناتها قال اكثر عدد من الاسماك وليس اكبر عدد من الاسماك دونك هو ربح. فوالا هذه الاسطوره ان شاء الله باش نقوموا بها ينادي الرحاله. شويه طرافه زاده ما فيها باس هكا ولا أكيد. حاولتوا تشدوا الحقيقه الناس من جوانب مختلفه، لازم كل واحد باش يجي المهرجان باش يلقى روحه صحيح. في جزئيه في تفاصيل من التفاصيلات هذه الكل. حابين نشاركوا اكثر جمعيات، حابين نشاركوا اكثر شرائح باش نلقاو اطفال ورشاد الاطفال وين اطفال الكورنيش، هي نادي اطفال الكورنيش باش يعمل لنا مجسم نتاع فلوكه مجسم نتاع صياد قاعد كذا، باش نلقاو برشا الوحات زيتيه يرسمون السمك كذاك على المرسى يعني حابين نشاركوا. دونك عندنا الفرجه مضمونه، عندنا فرجه، عندنا حاجه باش تراها العين باش تتبنوا باش تتذوقوا باش تتذوقوا اطباق فنيه واطباق بالحق معناها باش تذوقوا هالمأكولات هذه اللي باش تطيب اباز بالشركاو. انا نشكركم برشا. فقط نختم معك نادر ولا شيف لي دو شيف، نحب نعرف يعني المسابقه المهرجان ذو صيت دولي بمعنى انه باش يكون عندنا مشاركات من خارج. الهدف نتاعو راهو هو تعريف بالمخزون هذا في الداخل والخارج، يعني باش يكون حضور سواح. احنا عندنا في الجمعيه معناتها اعضاء من 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 بلدان شقيقه باش يجيو محذانا باش يشاركونا فك الديمونستراسيون. يعني باش نركزوا على اليوم الطهوي في اليوم الثاني اكثر حاجه، باش نلقاو الطبق الرئيسي اللي حكينا عليه الشركه والفطير، وباش نلقاو عده اطباق اخرى في ديزاين جديد في معناتها في نظره اخرى في ديكرياسيون جديده، وباش يشاركونا عندنا من الجزائر باش يجيو بحذانا، عندنا من ليبيا. دونك عندنا ناس تجي تذوق اجوارنا يجيو يذوقوا ويكتشفوا وعندهم يراوا وعندهم يشوفوا. انا نشكركم برشا ميدو شيف، يعطيكم الف صحه، نتمنى كل النجاح والتوفيق للمهرجان هذايا اللي ينطلق غدوه ويتواصل على امتداد يومين اللي هما الثلاثه واربعه غدوه وبعد غدوه بالمنستير. شكرا لكم، يعطيكم الصحه، ومره اخرى مشكورين على الجاتو اللي خيرتوا وانكم تهديوه لنا للفريق الكل والكسكسي باش نذوقوه توا. يلا نعطيو الكلمه زميلتي حنان القاسمي مباشره من مدينه الثقافه، نحكي وحاول تحضيرات اختتام الدوره الرابعه للورشات التكوينيه في المسرح مباشره من مدينه الثقافه. حنان عندك الخط. شكرا لك إيناس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. احنا نتلقاو في نقطة خارجية وربط مباشر من مدينة الثقافة للحديث عن تحذيرات اختتام الدورة الرابعة للورشات التكوينية في المسرح. تظاهرات تعبيرات مسرحية التي ينظمها قطب المسرح والفنون الركحية وهي تحت إشراف الأستاذ والمكلف بالتكوين ومتابعة البرمجة لطفي الناجح، باش ناخذوا أكثر تفاصيل معه نقول له إيجا مرحبا بك وتفضل بحذانا أخ لطفي وهو مخرج مسرحي. مرحبا. يعيشك. دونك هي تعبيرات مسرحيه اثناء يعني ان نحتفلوا بال والا ننظموا دونك كي تسمح النظاره ونقدروا ننظروا غادي كم سيشن الدوره الرابعه. دونك الدوره الرابعه باش يكون فيها مشاريع التكوينيه، يعني المشاركين اللي تكونوا في مسرح الاوبرا تونس في قطب المسرح والفنون الركحيه من نوفمبر حتى الماي. دونك في جويليا باش يكون اختتام دونك بتظاهره كبيره يقدموا فيها الاعمال المسرحيه اللي يحضروها مع الاساتذه والمكونين والمؤطرين نتاعهم. دونك عندنا سنة ان شاء الله 13 مشروع مسرحي باش يتعرضوا في هالتظاهره هذه، سميناها تعبيرات مسرحيه لانه التعبيره تنطلق من الطفل، تنطلق مرورا بالناشئه الى ان يعني تتسقل عند الشباب وكذلك الكهول. كما نعرفوا الفن والمسرح ما عندوش عمر، وانه ان نمارسوه يعني متاح لكل الشرائح العمريه. المشروع هذا عنده اربع سنوات راهن عليه في مسرح الاوبرا تونس، دونك قاعدين نخدموا عليه حقيقه في قطب المسرح بكل يعني جديه. فما برشا تجديد، فما برشا تطورات ان شاء الله باش يعني نشهدوها في الدوره الخامسه. وديما قاعدين حقيقة نطوروا من هالمشروع هذا لأنه هو المكسب الأساسي والأهم في مؤسسة كما مسرح الأوبرا أنها تعتني بالتكوين والتكوين المسرحي بالأساس. الهدف منه بالأساس
الهدف منه هو تكوين ناشئة، تكوين أطفال، تكوين شباب، تكوين مواطن مثقف اليوم اللي تستحقه البلاد غدوة، باش يدافع على أفكاره بكل حرية ويدافع على مشاريعه ويدافع على المسرح بصفة خاصة، ويكون هو يعني مؤسس هالمشروع هذايا، ويكون هو زاد جمهور مدينة الثقافة وجمهور يعني برمجة قطب المسرح الفنية. للتذكير هي باش تكون في جويلية تحديدا يوم اثنين، باش تكون ان شاء الله انطلاقا من يوم اثنين الى يوم 6 جويلية بقاعة المبدعين الشبان اللي هي تحتضن كل المقترحات الجمالية والفنية للمشاركين في الورشات التكوينية المسرحية. كل التوفيق والنجاح، واكيد احنا باش نتابعوا ونكونوا حاضرين لهذا العمل المسرحي كما تتابعتوا، باش يكون ان شاء الله في شهر جويلية. هذه كانت مواكبتنا الخارجية من مدينة الثقافة والموضوع ثقافي اليوم اخترناه. شكرا حنان الجسمي، شكرا لك زميلتي، وشكرا للفريق الكل اللي معك. احنا مواصلين الى حدود منتصف النهار، نعملوا طله صغيره على الشيف صابرين، بعدها نسمعوا نغم وراجعين نستقبل ضيوفنا. بطبيعه مازال عنا في جرب حصتنا اكثر من ضيف يستنى خلف الكاميرا. البرغل نتاعنا حضر، خليت النار ضعيفه على الاخر باش يقعد جوست سخون من بعد وقت التقديم. الحم طاب، البرغل شرب سوس كما قاعدين نشوفوا، وقت اللي يطيب الحم يقعد الفوق، معناتها ماهوش باش يقعد الداخل والا اللوطة. الحم هكايا يقعد فوق البرغل والبرغل يطيب ويشرب السوس. ولهنا توا باش نحضروا مع بعضنا البريك اللي في الفور. خلطت لهنا لي زانغريديون نتاعنا اللي احنا قلنا عنا العظام، عملت رابي تون الجوتا والجبن. ناخذ ورق الملسوقه، قلت لكم من الاحسن ناخذوا ملسوقه نتاع السوق مش ديري، أو الورقة نحيوها خاطرها الملصوقة ديك نحلوها تشيح، من الأحسن نحلوها كان وقت الاستعمال. باه ناخدو ورقة الملصوقة، أنا اخترت بالعاني اللي تبدا هكا مربعة مش شكل دائري يعني، وناخدو من الفاخس ونعديو على الطول نتاع الملصوقة كيما هكا، وباش نلفوها في الشكل هذا. نحاولوا توا نحسروا هذاك الفاخس بالكدا كيما هكا، هذا الشكل اللي لازمنا نتحصلوا عليه، اللي انا حاجتي نتحصلوا عليه. بالطبيعه كل واحد يعمل الشكل اللي حاجته بيه. باش نعملهم كيما هكا ونحطهم على البابي كويسون هكاك. لقيت الكميه نتاع الملسوقه ونتاع الفخس اللي نتحصلوا على الشكل هذايا وندخلوهم للفور يطيبوا. انا باش نكمل هكايا البقيه كيما قلت لكم، وانتم ما نخليكم عندنا غم الموالي.